أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. المملكة العربية السعودية، أرض النفط والغاز وبلاد الحرمين، دولة غنية تميزها مواقفها الدولية وسعيها الحثيث لإرساء قيم الإنسانية في العالم أجمع، بالمطالبة باحترام الحريات والمعتقدات تارة، والمناداة بتجريم من يتعرض للأديان ومقدساته تارة أخرى. هذا غير تبرعاتها السخية لجمعيات حقوق الإنسان الدولية وحرصها الدائم على أن يأخذ كل ذي حق حقه، ناهيك عن إنشائها مركزاً لحوار الأديان خارجياً ومركزاً للحوار الوطني داخلياً، كما أنها لا تتأخر أبداً في مد يد العون للدول المحتاجة الفقيرة والمنكوبة. ومع ذلك كله يحسب عدم تدخلها نهائياً في شؤون الدول الأخرى، لا من قريب ولا من بعيد، وداخلياً هي دولة العدل والمساواة والعيش المشترك، حيث الحريات والشفافية وحقوق الإنسان. نعم، هذه الصورة التي أرادت الدبلوماسية السعودية إيصالها للعالم، أو القناع الذي ما زالت ترتديه ظناً منها أن العالم ما زال مخدوعاً لا يرى ولا يسمع. ولكن ما هو الوجه الحقيقي الذي يعرفه العالم والسعوديون خاصة للنظام الحالي؟ إن الحديث عن السعودية هو الحديث عن القهر والذل والخوف والفقر والاستبداد، بل وكبت الحريات وسلب الحقوق ونهب الخيرات. إنه الحديث عن صمت الموجوع وحسرة المكلوم ودعاء المظلوم. السعودية حيث لا يعلو صوت على صوت النظام، صوت غير قابل للنقد أو التعديل، وكل ما على الشعب هو أن يتعامل مع الحاكم معاملة الإيمان والرضا بالقدر خيره وشره. وأما صوت الحق فمات مخنوقا لم ينشف دمه، والرأي في السجن يقضي عقوبته الأبدية صاغرا لتجرؤه على سيده ومولاه. فلا صوتا للحق، بل أن الحق غير موجود أصلا، ولا الحقوق. فالحق هو حق الدولة وحكامها والمنادين لها بطول العمر. فليس للإنسان حق، لا في الفكر ولا التفكير ولا في التعبير ولا في الرأي ولا في العقيدة، كما حرمت عليه السياسة أو الفهم فيها كحرمة الخمر والميسر أو أشد تحريما. والمرأة في بلد الحبيب ما زالت تخوض حربها المقدسة ضد الحكومة من أجل حقوقها الطبيعية كإنسانة ومواطنة، حتى نزلت لدرجة أن تسجن من أجل حقها في قيادة السيارة، بل وأدنى من ذلك، ولتتفرغ بعد ذلك للدفاع عن حقها في الاعتراف والاحترام والوجود والسفر والوكالة والاستماع والسياسة والإدارة، وقائمة مطالبها وحروبها تطول. وأما أصحاب الرأي ففي غياهب السجن لا يذكرهم ماض ولا حاضر، فتبدلت أسماؤهم وحياتهم إلى أرقام في ملفات عتيقة يعرفهم بها سجانيهم، قالوا قول الحق في وجه سلطان جائر، فأسروا في جهادهم الأكبر ودفعوا حياتهم ثمنا لكلمة الحق تلك، غير نادمين عليها، فلو عاد الزمان بهم لعادوها كرة أخرى، وكذلك هو قدر المخلصين في حب أوطانهم. والنظام منطقا في السرقة والفساد، فهو لا يرى بأنه يسرق من مال الشعب والأرض، ولكن هو يأخذ حقه وحلاله من إرث أسلافه ملوك هذه الدولة، فهي لهم وملكهم، ويكفي ذاك الشعب نعمة السماح له بالبقاء. وأما مركز حوار الأديان فما هو إلا ذرا للرماد في العيون، ومركزا للنفاق والكذب الدولي، حيث تخفي السعودية وراءه ملفها البشع في مجال حرية الأديان واحترام معتقداتها. فليس هناك احترام لأي دين أو معتقد غير دين ومعتقد الدولة، ولا حرية لأحد
خلاف ذلك، لا يسمح فيها ببناء معابد أو كنائس أو حتى إقامة العبادات والصلوات، كما أنها تضيق الخناق على من يخالفهم العقيدة، فيمنع أي شخص سواء كان مواطنا أو مقيما من أن يحمل كتابا أو رمزا دينيا مخالفا لدين الدولة، كما يمنع من العبادة أو التجمع لها حتى سرا، وإلا عقوبة السجن والترحيل لممارسة عبادة باطلة أو حمل كتاب محرف فاسد. كما تعتبر السعودية دولة بدون دستور ولا قانون، متحججة بأنها تحكم بكتاب الله وسنة نبيه، ذلك الكتاب الذي تؤمن ببعضه وتكفر ببعض. فالدستور والقانون والحريات والمطالبة بالحقوق خروج على الحاكم محرما وفتنة، والفساد والربا وسجن الأبرياء والسرقات فحلال شرعا. ذلك النظام الذي لم ينجح في شيء كما نجح في بث روح الفرقة وعدم الثقة والعنصرية بين أبناء الوطن الواحد، بزرع روح الطائفية والقبلية والمناطقية في المجتمع، فهذا زيدي وذاك رافضي، هذا قبيلي وذاك خضيري، هذا نجراني وذاك قصيمي، وهذا مواطن وذاك مقيم، يمدح طائفة ويشتم أخرى، ينصر فريقا ويظلم آخر، يثق في مجموعة ويشكك في ولاء أخرى، جعل من أهلها شيعا يستضعف طائفة يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، لم يحمي الدين كما يدعي بل هو من يحتمي به، متخذا منه سلاحا يبطش به من أراد وبالشريعة، كما اتخذ منه غطاء ودرعا لبقاء كرسيه وعرشه بفتاوى وخطبة دينية ما أنزل الله بها من سلطان تدعو لبقائه وحرمة الخروج عليه، لا تخرج من شيوخ الدين بل شيوخ السلاطين. أحبتي، لم يعد العالم قرية صغيرة، وما عاد الشعب ذاك الشعب الضعيف المسكين، إن لي شعبا أبيا مثقفا واعيا لا تؤثر فيه جرعة راتب الشهرين المخدرة أو إبر البنج كلما أراد النهوض، إنه شعبا يحب أرض بلاده ويعشق سماءها، ولن يقبل أن يكون مصير الدولة والأمة في يد زمرة لا ترى إلا نفسها ومصالحها وبقاء عرشها، وقد آن للكل أن يفهم ذلك ويعيه بوضوح. تحياتي لكم وسلام الله معكم، ولله المجد الدائم إلى الأبد. آمين.